هي الاستفادة عندما يستفيد الإنسان. أنت اهداء يا عزي اهداء لو سمحت خلني أجاوب. القلقل هذا الكثير ما يعجبناش ولا بنبطل الاتصال هذا والإجابات. رد إجابة صحيحة يقنع المثال. خلني أجاوب. إنها استفادت من شوف رابح صقر إذا إيش استفاد إيش استفدت أنت من هذا السؤال؟ إيش استفدنا جميعا من هذا؟ أي إيش استفدتنا؟ أحرجتنا على إيش استفاد؟ إيش استفادت الأمة؟ يعني إيش استفاد؟ هذا السؤال لا ينفع سؤال. لا يعني ينفع ليس سؤال. لديك إجابة على هذا السؤال. ما هذا ليس سؤال. صادقون صادقون صادقون.